معكم احسان طيب وحيد الدين مرقى الجزيره وين عن اكس يدي برو كان غادي راجع ان شاء الله اليوتيوب عما قريب. والله ما كاين شي سبب محدد غير هو نعترف لك انه انا الاستمراريه ما كانتش عندي لا هي جاني مهم في اي حاجه في اي مهاره في الحياه لا في الفن لا في اي حاجه واحد الوقيته حسيت براسي الشغف بدا كيمشي ليا فهمتي ما بقاش ما عرفتش علاش ولكن المهم ما كانش شي سبب محدد ولكن ان شاء الله كنحس براسي مازال غاديرش عاطي نعطي ان شاء الله الافكار اللي خص يعرف الانسان انه جزيره فاينو وحيت بشكل كانوا هذوك المشاريع ديال كريم جبران ودرت لهم انا التشخيص وكي دابا كانت مشتركه بيناتنا ولكن هو كيكتب كيجيب لي الفكره واللي خص يعرف عباد الله انه اول فيديو اللي درناه ديال التليفون والثاني ديال امك زوينه هو اللي دار بوم كاع بزاف هذا ما كناش كاع والله العظيم بيني وبينك والجمهور الكريم انه ما كناش كاع معولين غادي يحقق ذاك هذاك النجاح في ديك الوقيته 2014 2015 لكن حيت انا كنظن دابا حاليا كون خدمت على ذاك الشيء اللي كنت كندير قبل دابا راه غادي تشوفوني عاودتني في حاجه اخرى لا في المحتوى لا في الكوتي بروفيسيوناليزم فهمتي في الاحترافيه كنت غتشوف حاجه احترافيه اكثر ولكن نقدر نقول لك انا راه انسان قبل ما نكون فنان فهمتي راه اي واحد عنده ظروف ولكن الحمد لله راه الله اخويا الا جايه في الطريق شي حاجه زوينه ان شاء الله باذن الله كيما قلت لك الاستمراريه ما كانتش عندي وفقدت الشغف الاغلبيه الناس ربطوها كانوا بزاف ديال كيقول لك دير دخل عليه كريم جبران وخلاني لا انا غادي نكر هنا من هذا المنبر هذا وغادي نقول لكم كريم جبران ما خلانيش انا اللي فرطت في راسي كريم جبران هو راه الى شتو راه كمل في الطريق ديالو تبارك الله عليه وما كنشوفوش حاجه بيني وبين انا العلاقه ديالي معاه مزيانه شتو غير البارح تلاقيت معاه وكذا فهمتي وجمعنا وصرجعنا الذكريات الجميله اش نقول لك دابا حنا ما بيجي كاع نقول هاد الهضره هادي ما علاش حنا عندنا في السوس هنا شويه ديال السياسه البكائيه فهمتي وديما كتحس بالاقصاء وديما فهمتي راه اون فوا غادي دير يد في يد كما كيديروا الناس ديال المدن الاخرى راه غادي توصلوا فهمتي حيت سوس راه فيها طاقة شبابية كبيرة في شتى المجالات فهمتي نقدر نقول لك راه كاين اللي فارض راسو في بزاف ديال المجالات ابسط ما يدير كما قلت لي الناس سوس هنا ما كنشوفوهمش وطنية في أعمال وداك الشيء نعطيك مثال على أنس مشادي تبارك الله عليه راه محرك خدام فهمتي يعني راه مشكل في الأشخاص خصنا نتخلص من داك العقده ديالنا خصنا مع ديك غادي نسميها هذيك لانها كتسبب في الاحباط والفشل ديال عباد الله خصك انت تفرض راسك زكي راسك على فهمتي وتطور من راسك ودير علاقات العلاقات راه حاجه مهمه بزاف حاجه مهمه بزاف اي ميدان العلاقات هما اللي غادي يكونوك انت هما اللي غادي يوريك شكون كتكون فيديوهات قصيره اللي قلت لك ديك الساعه سميهم جزيره فاين كنت واقيلا انا اول واحد يدخل داك السيت ديال الفيديوهات القصيره على المغرب ومن دخلنا للمغرب لقينا بزاف ديال بزاف ديال الدريت تبارك الله اللي ولاو يعطاو في ذاك الميدان ورغم ذلك هما ما فهمتي طوروا راسهم بزاف كما الى كمثال اسامه رمزي شنا تبارك الله فين وصل انس مشاتي الزبير الى التورا راه غادي في الطريق تبارك الله عليه كيناقش المسار ديالو ولكن انا حبست ولكن غادي نعاود نرجع نحيي راسي براسي ان شاء الله واللي ما تشوفني اعمال كبيره عما قارب حيت فعلا نستاهل ماشي هيك كنشكر راسي ولا غرور ولا فهمتي ولكن عارف القدرات ديالي اللي يكفي انك تشوف الفيدباك ديال عباد الله على فهمتي زعما الاراء ديال عباد الله عليه راه غادي يقولوا لك فهمتي انا ماشي كندوي على راسي هكا ولكن الحمد لله انا بعض المرات كنبقى
بعض المرات كنبقى انا كنتعجب في راسي ملي كتلقى شي عباد كيقول لك راه انت تبارك الله عليك راه عندك واحد لا من المال مهداك لا من لا من لا من لا من التشخيص ديالك لا من الاداء ديالك لا من الكاريزما ديالك الحضور ديالك في هذا الميدان ديال الويب غادي يخول لك انا غنشوفك امر كبير ان شاء الله. او كن نوجه نداء او تحيه حب وتقدير لكاع الناس اللي ساهموا في التكوين ديال الشخصيه ديال زرافه من النهار الاول. او كنقول لهم ان شاء الله ما غاديش نخيبكم وراه غادي نرجع ان شاء الله وغادي غنكون في مستوى ديال الطلعات ديالكم لانه بزاف ديال عباد الله كيقول لي خصك ترجع وخصك تمنينا نشوفوك في الفوق حتى انا ان شاء الله نقول لهم غاديش ندخل على هذا الحلم هذا اللي كنحلم به انا انني يكون ان شاء الله ممثل كبير مستقبلا ونقول لهم ان شاء الله ما غاديش نبخل عليكم ولو شويه بالموهبه اللي عندي وتحيه تقدير وحب لكاع الاشخاص اللي سندوني من اليوم العائله ديالي الناس ديال اكادير ديال سوس الناس ديال المغرب كامل حتى الناس ديال المهجر حتى هما تحياتي اليوم رمضان مبارك احبكم تحياتي